قامت مؤسسة سورية للرعاية الإنسانية والتنمية مسرات بتقديم مشروع زراعي في ريف حماة لدعم سبل العيش، وذلك بتقديم بذور شتوية وصيفية مع أدوات، حيث تم توزيع الدعم على 3 نواحي: ناحية كبر زيتي، قلعة المضيق، وناحية الزيارة. قامت المؤسسة السورية بتقديم 204 طن من القمح نوع شام 6 طري ل 1020 مستفيد موزعين على 5 قرى في ريف حماة: اللطمنة، الشيخ إدريس، الحويز، العمقية، قسطون. كل مستفيد حصل على 200 كيلوغرام قمح. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله تعالى نقوم الآن بجني محصول قمح بالتعاون مع منظمة مسرات، كما نوجه لها بطاقة شكر من المزارعين في مدينة اللطامنة لتأمينها بذار القمح مجانا، ونرجو منها تأمين مستلزمات المحاصيل من أسمدة وبذور وقروض مالية دون فائدة للنهوض بالزراعة من جديد. أكثر من 95% من الآبار التوازية في مدينة اللطامنة عاطلة عن عمل. السبب يعود لانعدام السيولة لدى الفلاحين والفقر المدقع، ونطالب المؤسسات الزراعية والمنظمات الزراعية التعاون مع هذه المدينة المنكوبة المدمرة بكل معنى الكلمة، التي أصبحت شبه صحراوية بعدما كانت جنة من جنان ريف حماة الشمالي. باسمي المكتب الزراعي في مدينة اللطامنة وباسم المجلس المحلي في مدينة اللطامنة نناشد المنظمات الإنسانية والزراعية لتأمين مستلزمات الزراعة لريف حماة الشمالي. قامت منظمة مسرات بعمل دورات تدريبية وفنية للفلاحين، وذلك لرفع كفاءة الخبرات والمعلومات عند الفلاحين عن طريق الكادر، كادر المهندسين الزراعيين والفنيين للإشراف على مراحل المشروع، بدءا من مرحلة تحضير الأرض للزراعة إلى مرحلة مقاومة الأعشاب والأمراض، مرورا بمرحلة التسميد إلى مرحلة الري، وأخيرا مرحلة الحصاد التي نقوم بالإشراف عليها حاليا كما ترون، حيث يقوم المهندسين بجولات طبعا حقلية على مدار الإنتاج المحصول، وذلك تقديم الإرشاد والدعم الزراعي والفني للفلاح.